شيخنا، هل من توجيه شيخنا في التعامل مع الوالدين من جهة النصح إذا رأى عليهم بعض المخالفات؟ للوالدين حق كبير على ولدهما، فقد قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولذلك يحسن بالإنسان أن يختار طريقة وعظهما بما لا يؤثر على نفسيتهما ويجعلهما ينفران من الحق وأهل الحق، إما بأن يفعل السنة أمامهما ليريانه فبالتالي يقتديان به، وإما أن يسمعهما من المواعظ التي يذكرها علماء الشريعة حول مسائل الناس، خصوصا فيما يتعلق عادة الآخرين به، بحيث يألفون ذلك العمل ويرون أنه السنة ويرون أنه هو المشروع وأن مقابله لا يمكن أن يقبلوه، وبالتالي يحسن التدرج بنهيهم عن أجزاء منه قبل أن ينهوا عنه بالكلية، من أجل أن يكون هذا أدعى لقبول الوالدين له.